طاكسي بيد دو هو قصة ما كتكملش فورسيمون القصة الأولى، كتاخذ واحد المنحى آخر. قصة ديال اون مافيا كبرات ولاو لي زونجو ديالها كبار. فيلم فيه بزاف ديال لاكسيون، غتشوفوا لا كوميدي، غتشوفوا حوايج كنتمنى تروق للجمهور المغربي، لأنه الأساسي في أي عملية إبداعية ولا أي فيلم كتبغي تخرجوا للوجود هو يرقى ويعجب البوبليك المغربي. كنتمنى نتوفقوا في هذه العملية هذه، والناس يعني واحد لو تراك حاسين به دابا هو نبارطاجيو لو فيلم مع الجمهور. نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. هو واحد الشخصيه اساسيه ومحوريه في الفيلم اللي هي الشخصيه ديال بوعوينه البارون، اللي غيولي بارون، اللي عنده دي زونجو انه يولي بارون افريقي ويكبر لا سميتو البيزنس ديالو. دونك ما كانش اختيار، هو تتم واحد التوجه كان في الجزء الاول. ما كنفرقوش ما بين العلاقه الشخصيه والمهنيه انا والاخ ديالي، لانه حنايا عايشينهم بجوج. كنلقاه ملي كنحتاجو في لو كوتي بيرسونيل الشخصي، كما كنلقاه فاش كنحتاجو في الكوتي بروفيسيونيل. كاين بزاف ديال الصعوبات، منهم صعوبات ماديه مثلا. من هاد مثلا غنبغي نشكر واحد السند اللي كان واحد الانسان اللي كان سند كبير، اللي هو الكو بروديكتور معايا السي عزيز الطاهر، اللي كان ايتي لا ما كيبخلش لا بفلوسه ولا بجهده ولا بلابوي ديالو بيرسونيل وبروفيسيونيل ومونتال. يعني تنقول الحمد لله ملي كاينين اشخاص بحال هكا اللي خاصنا بزاف منهم. الا بغينا السينما المغربيه تطور خاص اشخاص بزاف بحال سي عزيز يكونوا اللي عندهم واحد القلب، واخا هو بعيد على الدومين، يعني هو استاذ جامعي وباحث، ولكن قلبه ديال ارتيست، وكان جوسك كان معانا، كان كاين ديما كتلقاه بجنبك، كيضحك، كيعاونك ايموسيونيلمون، كيشجعك. ما طلبناش بصراحه احنا دعم من المركز السينمائي المغربي، باش ما نكونوش بغينا ناخذوا تجربه عاوتاني كيف خديناها في الاول بمغامره بالاوتو برودكسيون. والحمد لله كانوا صعوبات يعني او نيفو يعني في لي بايمون، وهذا تعطلوا الحوايج، يعني راك عارف كومون سا سباس في المغرب، ولكن الحمد لله توفقنا. ونتمنى الناس يعجبهم هذا المنتوج اللي تعبنا عليه بزاف بزاف بزاف. هذا الجزء الثاني ديال طاكسي بيض اللي سميتو القافله، هو تتم الجزء الاول. فيلم فيه تشويق، فيه إثارة، فيه حركة. فيلم اللي درنا فيه بزاف ديال المشاهد حركية اللي كان تحدي أنها تبان يعني حقيقية. ففيلم كوميدي، دراما كوميديا اللي كتعالج بزاف ديال المواضيع، ترويج مخدرات، الخيانة، صداقة، بزاف يعني بزاف ديال العلاقات مع شخصيات في المواقف كان كيبانوا العلاقات ديالهم. ففيلم اللي كيف قلت التحدي اللي كان عندنا هو انه فيلم للغران بوبليك، للجمهور كامل، لانه صراحه كيهضر على شنو كيوقع في المجتمع ديالنا وفي المجتمعات، لانه ولينا كلنا تقريبا بحال عائله واحده، لا مع بين المغرب ولا بين العالم. فالتحدي هو انه العمل يكون اضافه للسينما المغربيه، فيلم يشوفوه الناس كلهم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديال الجمهور كله. دائما بحال كاع الشخصيات الاخرين كنبغي نحضر، فكان عندي واحد الجانب يعني فيزيك، كان خاصني نوجد المشاهد اللي فيها الحركه ومشاهد اللي زوينه بزاف، اللي خديت بزاف ديال المتعه وانا كنوجد ليها، واللي بغيت نشاركها مع الناس، والامل ديالي انها تكون في واقعيه وتكون تعجب الناس، ما تكونش فيك. بصراحه انا كنبغي نعطي شي حاجه اللي هادفه للجمهور، فكنظن انه الاختفاء ديالي ولا الحضور ولا الظهور هما بحال واخا نغبر ملي كنجي بحال لا ما غبرتش. فكان دائما كنبغي نعطي شي حاجه اللي هادفه للناس، وكنبغي نبان ملي تكون شي حاجه اللي نقدر نشاركها مع الناس. هذا هو السبب. الاشتغال زوين بزاف، كنتفاهموا انا ومصيف بزاف، لانه اخ ديالي اللي تقريبا حنا بحال توام، ما بيناتناش بزاف ديال الوقت، فكنتفاهموا من الصغر، حنا عشت معاه هو اكثر ما عشت مع ناس اخرين، فدائما كان يعني سلاسه في التعامل، كنتفاهموا غير بالعينين، وهو متمكن في كاع داك الشيء اللي كيدير، وانا كنضيف ليه شنو كنعرف ندير، فدائما كاين واحد التناغم بيناتنا. كنتعامل معاه كاخ وكفنان بصراحه،
ما كاينش داك الخيط ما بيناتهم ما كيبانش لان التعامل يعني دائما اوبجيكتيف ما كاينش شي حاجه اللي ذاتيه فكنعطيو كل شيء على ود العمل وعلى كل واحد كيدير شنو خاص لهذاك العمل فدائما يعني كان انسجام سيرتو الانسجام ما بيني وبينه بما انه فيلم كوميدي فكانوا بزاف ديال المواقف اللي راك عارف دائما شنو كيوقع لينا قبل ما نوصلوا لواحد اللقطه كيكونوا بزاف ديال اللقطات فكانوا بزاف ديال المواقف زوينه كنحس براسي بحال عائله سورتو كتعامل مع ممثلين اللي متمكنين في شنو كيديروا يعني الظروف كانت زوينه بزاف كانت فيها من طبيعه الحال الاجواء المرحه وفيها اوسي الاجواء احيانا تكون صعوبات على حسب الظروف على حسب يعني دوزنا كل شيء وكنقول دائما ان واحد العمل ولا واحد الفيلم فهو بحال قلتي مدرسه كتعلمك كل شيء مدرسه بسيكولوجيا اي سوسيولوجيا لانه كتعلم كيفاش تتعامل مع الناس وكيفاش تتعامل مع المواقف ومع الفضاءات ومع الزمن ومع كل شيء. جد فرحان جد فرحان اللي شاركت للمرة الثانية في الجزء الثاني من فيلم تاكسي بيض تحت عنوان القافلة ولا لو كونفوا. أتمنى من هذا المنبر أنه ينال إعجاب كبير 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 من طرف الجمهور الجميل اللي هو الدعم والسند رقم واحد والأول والأخير. لون الجزء الأول ما نجحش ما كناش طبيعي الحال غنديرو الثاني واللي خلانا اكثر نفكروا في الثاني ولربما حتى الثالث هي التزكيه والرساله الملكيه اللي جات لي اول مره في تاريخ السينما المغربيه فيلم مغربي كيتوصل بالتهنئه من طرف صاحب الجلاله الله يرحمه. شيفور السائق بالعروبيه شيفور ديال تاكسي طاح ضحيه مافيوزي كبير في الجزء الاول وعجبو سوغالي وعجبتو الشجاعه ديالي وصيفط ليا دي فوس روس مغربيات بصيفط روسيات ما عارفينش جواني باش يجيبوني ليه وجابوني ليه واحداث اخرى غتكون ان شاء الله. هادوك كانوا دي باساجي هادوك كانوا راكبين في الطاكسي فلان كان غادي يشوف خو ميت فلان دورو دارو طلع في الطاكسي قلبنا ونزل مهمته سالات وغنعاود نجيبو يقلبنا. ما تعذبت بزاف لان حافظت على الشكل ديالو حافظ على السيلويت ديالو ولكن بحاجات جديده بطبيعه الحال وشكل جديد لان مرت السنين لان اخر مشى للحبس واحد 50 ستة على الكبر شويه يعني على الملصق هذا ماشي شي هو على في تاكسي بيض فنتمنى انه يعجبكم ويعجب الناس. صراحه هذه كانت اول تجربه سينمائيه ليا تعرفت فيها على ألمع الفنانين المغاربه كان واحد ترحيب زوين رغم انهم كانوا شي صعوبات كان عندنا واحد الجو عائلي في تورناج داز داكشي صراحه على احسن ما يرام وهذا الشيء اللي كنقول لكم نتوما غادي تشوفوه ان شاء الله ملي غادي تتابعوا معنا الفيلم. الدور ديالي السي محمد السري غادي تشوفوا الدور ديال كوميسير كوميسير كيخاف من القرطاس كيخاف من الدم مع الاخ المجدولي اللي منصور بدري هو في الاول كيحسبته بلي هو الشاف ديالي من بعد غادي يكتشف بلي انا هو اللي الشاف ديالو وغادي يبقاو بيني وبين وانا مناوشات ديما هو محسوس مني وديما هو على حسب انا داخل اولد سكول السكه القديمه كما كنقولوا وصراحه خليو تكتشفوا الباقي ان شاء الله. ما كانوش صعوبات بما انه كان الاخ منصف مالزي كان خالق لنا واحد الجو كان جو عائلي ما كتحس كاع بصفه نهائيه بشي صعوبه داز داكشي صراحه على احسن الاحوال. تعلم الصبر تعلم انه يحاول يتغاضى على بزاف ديال الحوايج باش ما يخرجش واحد الصدى اللي ما غاديش يعجب مثلا الممثل اللي كاين معاه حيت كيكون بعض المرات ضغوطات من المستريسي الى اخره وصراحه تعلم بزاف د الحوايج زوينين. واحد 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 بزاف لانهم كانوا سخين بزاف وعطاو بقلبهم وعطاو بالروح وكنت فريمون كنحس بلي كل واحد على الفيلم ديالو كان